بذات تاريخ اليوم وقبل 6 سنوات، رحل أحد أعمدة الأغنية الشعبية والعاصمية الأصيلة عمرو الزاهي. عرفنا وسمعنا الكثير عليه. الزاهي أو بلبل الأغنية الشعبية تميز بقصائد تغنيت بها الأجيال لزمن طويل. صاحب رائعة يا الباهية يا بنت الحومة، قليلي بالله يا الشمعة ويا المقنين الزين، وأعمال أخرى ستبقى شاهدة على اسم فني خلق ثورة الإبداع في الأغنية العاصمية والجزائرية بشكل عام. نعم، راح الغالي ولن يعود. انطفأت روحه بعد مسيرة فنية حافلة بدأت من أزقة تيزي وزو عام 1963 ليسكن أفئدة عشاقه إلى الأبد. الزاهي كان إنسان زاهد في الحياة، وبشهادة الأصدقاء والمقربين كان يغني ويفرح في أفراح الكل بدون مقابل. الشيخ كما يلقبوه خطفته الموت بعد ما أصابه مرض عضال، وقررت بعدها السلطات التكفل بحالته، ولكن نداء الرحمن كان أسرع. جنازة مهيبة حضرها الآلاف من محبي الزاهي من كل الوطن، من شعبي إلى أمني إلى مسؤول أكبر. ذلك الرجل الهادئ الذي أعلن ثورة في الغناء الشعبي رحل. نعم، فعلها الزاهي وأصبح عراباً للأغنية الشعبية ليزلزل تعاليم الأغنية العاصمية، فينتقل الفرح والأمل والوجع.